الكتير، فكانوا شايفين ان هو من الطبيعي ان يكون حكم دولي. أيوة. هم رأوا بقى ان الحكم الدولي ان وقتها يمكن الكابتن ابراهيم مثلا ما لعبش بنفس العدد اللي لعبوا الحكام الباقيين، فكانوا شايفين ان يبقى واحد يعني ما لعبش لسه للنديم بنفس عدد المباريات. ده كان تقدير لجنة الحكام. هل في امور رواسب سابقه؟ وارد، لكن انا الحقيقه في المباراه نفسها انا مش عارف ايه المشكله. يعني انا حتى الان حاولت كتير جدا، طب يا جماعه هل في لعبه مثلا ما شفناهاش؟ هي الكلام كله في ضرب في ضربه الجزاء اظن، وهدف احرز. انا ممكن حضرتك تجيب اي حد من خبراء التحكيمين وتعرضوا عليهم شوفوا فيهم حاجه ولا لا، لكن هي المساله مش اكتر من ضغوط انفعال وناديين جماهيريين وناديين كبيرين، وممكن يكون مباراة في الأوقات الأخيرة. لكن طيب. ما حدث أثناء المباراة أكيد أنا شفت الصورة بعد كده، أكيد أنه يعني لا يليق، والاتحاد أكيد أنه هيتصدى للأمر بشكل قوي. والحاجة الثانية أن أنا برضو في خلال الأسبوع ده إن شاء الله عندنا اجتماع يكون موجود مع الزملاء أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عشان تغليظ بعض العقوبات ومحاولة السيطرة على التصريحات اللي بتثير الجماهير وبتثير الرأي العام دون وجه حق. النقد والاعتراضات ده تصريح مهم جدا، ده تصريح مهم جدا اللي انت بتقوله طبعاً. ده طبعا تغليظ العقوبات على التصريحات من قبل طبعا. الأندية ومسؤولي الأندية المسؤولين طبعا. يعني النهاردة مش بمنتهى السهولة انك تخرج وتحاول تسقط كلام على اللجان او على الاتحاد او على الحكام او على الفرق المنافسه وتثير الناس وتثير الجماهير دون وجود حساب ورادع. تمام. طيب ان شاء الله باذن الله المساله محتاجه تمام. الفتره اللي جايه اعاده ايوه تغليظ واستحداث بعض الامور، خاصه ان لائحه النظام الاساسي للاتحاد بتمكن أيوه. الاتحاد من بعض العقوبات الاشد من الموجوده دلوقتي. طيب.